السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مقبرة مأمن الله الإسلامية والتاريخية في القدس، هذه المقبرة التي تتعرض يوميا منذ احتلال القدس في عام 67 إلى يومنا هذا، تتعرض للاعتداءات من بناء على أرضية المقبرة ومصادرة حوالي 99% من أرض المقبرة البالغة مساحتها حوالي 200 دونم. زي ما انتم شايفين المقبرة باقي فيها يعني خلينا نقول عشرات القبور، يعني يمكن بوصلوش 100 قبر في كل المقبرة. وهذا أمامنا متحف ما يسمونه بالتسامح على أرض مقبرة مأمن الله الإسلامية. وهي القبور دائما تتعرض للحفر والنبش وتكسير الشواهد زيها زي أي مقبرة إسلامية في فلسطين التاريخية. وهي أمامنا الفنادق، هذه كلها على أراضي المقبرة، وقبالنا بالضبط حديقة الاستقلال على أراضي المقبرة، وفي كمان قدامنا هون باتجاه هذا مراحيض عامة على أراضي المقبرة، وخمارة ومطعم على أراضي المقبرة، ولفوق كلها فنادق وبنوك ومراكز تجارية وعمارات سكنية ومراكز لبلدية القدس، مكاتب. وهي العمارات اللي أمامنا كلها على أراضي مقبرة مأمن الله الإسلامية والتاريخية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.